كل سنه بيستلمون كثير حلو، يعني عودونا صار له 15 سنه بيعملوا قصص كثير حلوه. انا اول شيء فخور اول مره بشترك بلجنه التحكيم، تعرفت على البنات امبارح، كثير مهضومين كثير اذكياء كلهم، ويلي بيميزوا هالسنه اكيد وجوده باسواق بيروت، شغله كثير حلوه. هلا بعد شوي رح تشوفوا يعني شو قصدي، السيت اب بيطير العقل. بيروت من انا بعتبرها بلكي اجمل مدينه عربيه، كوني موسيقي وبشتغل بالفن بعتقد يعني هن كل لجنه التحكيم هن بجننوا، وانا متاكد انه كلهم رح يقدروا ينقوا يعملوا الشيء المضبوط. بس ما بعرف، رح اطلع بالقصص من ناحيه شوي فنيه اكثر، من ناحيه وقفي على المسرح، من ناحيه تعاطيها مع الجمهور، بلكي رح اقدر اعطي شوي انسايت اذا بدك، انه قادر اعرف شو عم بتفكر هي وكيف واقفه، لانه متعود انا اكون بالجمهور. فان شاء الله يكون اختياري صايب.